هنعمل مرج السمك بطريقة كتير بسيطة وسهلة. الوصفة اللي هنقدمها اليوم الحلو فيها انه ممكن تعملوها مع اي نوع سمك انتوا بتحبوه. انا اخترت سمك سلطان ابراهيم. على السمك هرش شوية ملح وفلفل، بس هيك رشة بسيطة. واذا حبينا رشة بهارات ممكن اخذ له شوية بهارات بسيطة جدا، وابتدي ادعكه بهالشكل هذا. هسيبه لبضع دقائق هيك على جنب. خلينا هلا نبتدي خطوتنا الاولى بتجهيز المرق. هحتاج كمية وفيرة من الزيت وكمان كمية من البصل. من اسرار الطبخ المرق اللي بيبقى مسبك اني انا اقلب البصل قد ما فيني ياخذ وقت على النار. كل ما قلبته أكثر كل ما كان أحسن، وكل ما كان طعمه كتير عميق، هيك مش عميق، قوي يعني مسبك يعني. فخليه ياخد وقته. ونبتدي نضيف هلأ الثوم والزنجبيل برضو عشان يتقلبوا مع البصل. تنسوش السمك دايما بيحب الثوم والكمون، الاثنين هدول مع بعض. فكمية كمان وفيرة من الثوم، وبرضو نقلب. هاي الروائح الشهية، كل ما قلبنا أكتر كل ما كان طبعا أطيب وأطيب. نبتدي نضيف هلأ البهارات، وخلينا نعطي مجال للبهارات إنها كمان تتحمص. وهذه من أسرار الطبخ إنه تحميص البهار بهالطريقة. طبعا ممكن تستغنوا عن اي شيء انتم بتحبوه، انا حاطه بس شويه البابريكا الشطه، فيكم تستغنوا عنها. الهيل اساسي هون، انا بحب الهيل في هاي الاكلات. واكيد لازم استعمل الكركم، الفلفل الاسود والبهار المشكل، الملح. هون كميه الملح يمكن احتاج شوي كتير لانه المرق زي ما انتم شايفين كتير. حضيف شوية قرنفل اللي هو، خلينا أورشيكم إياه، في ناس يمكن مش كتير بيستعملوه، المسمار برضو حيعطيني طعم كتير قوي. وأشوح، كل ما قلبنا أكتر كل ما كان أحسن. هنبتدي نضيف معجون الطماطم برضو، تشويحة مع معجون الطماطم، وكمية كبيرة من الطماطم أو البندورة زي ما بدكم. وهلأ حضيف كمية من البقدونس أو الكزبرة أو إشبنت إذا حبيتوا أحدهم أو كليتهم مع بعض. إذا عندكم الثلاثة حطوا الثلاثة، إذا عندكم نوع واحد فقط حطوا نوع واحد. يا سلام على الريحة. هلأ حغمرهم بالمي وحاسيبهم يتسبكوا. بنفس الوقت إذا حسيت إني بدي مي أكتر فيني أزود بعد هيك، بس خليني أعطي مجال للطماطم يطلع السوائل اللي فيه. فحغطي وخلي هالمرق على جنب وأبتدي أجهز السمك. أعزائي هلأ لتتبيل السمك بالطحين باخد رشة بسيطة من الفلفل الأسود ورشة بسيطة من الملح. حركهم بهذا الشكل وأبتدي أخذ حبات السمك وأحطهم في الطحين يتغطوا بطبقة وفيرة من الداخل ومن الخارج. بحاول أحطهم وأضغط عليهم بهذه الطريقة. لما أحط السمك بالطحين لازم أحطه وعلى طول أقلي، ما بنفع أسيبه لفترة بسيطة لأنه بيعجن عندي الطحين. فما نحط كمية كبيرة، على حسب سعة المقلاي اللي عندي. بحط هيك حبتين ثلاثة وححطهم مباشرة في الزيت. نتخلص شوي من الطحين الفائض وعلى طول على الزيت. هلأ بس ياخد السمك اللون ذهبي ببتدي أقلبه على الناحية الثانية. بس نستنى هيك شوي كمان. هقلب السمك على الناحية الثانية
واستنى كمان لغايه ما ياخذ لون ذهبي لطيف. المرق عندي جاهز، سماكه المرق كتير كمان مظبوطه، ما بدي اياه يبقى تقيل. وحبتدي اخذ السمك مباشره على المرق بهالطريقه. شكلهم كتير حلو، وانا حعمل هلا خطوه حلوه تعطيني نكهه السمك اكثر. من نفس الزيت اللي قليت فيه السمك حاخذ حوالي معلقتين ثلاثه هيك بهذا الشكل واصبهم على السمك عشان برضه هيك تزيد نكهه وطعم السمك بهالطريقه هاي. هلا بغطيه لحوالي دقيقتين ثلاثه بس عشان السمك برضه يتشرب مع المرق، ونشوف طريقه التقديم. اعزائي المرق اصبح عندي جاهز والسمك اخذ وقته، ممكن بس رشه بسيطه اذا حبينا من اي خضره احنا استعملناها بهالطريقه، وان شاء الله يعجبكم. مرق السمك 8 حبة صغيرة سمك سلطان إبراهيم أو أي نوع آخر، 1 كوب دقيق، 3 حبة كبيرة بصل مفروم، 10 فص ثوم مهروس، 2 ملعقة كبيرة زنجبيل مفروم، 6 حبة كبيرة طماطم أحمر مفروم، نصف كوب معجون طماطم، 1 ملعقة كبيرة كمون، 1 ملعقة كبيرة هيل ناعم، 1 ملعقة كبيرة كركم، 1 ملعقة كبيرة لومي مطحون، 1 ملعقة كبيرة بابريكا، 1 ملعقة كبيرة شطة، 1 ملعقة كبيرة كزبرة، نصف ملعقة كبيرة فلفل أسود، 2 ملعقة كبيرة ملح، و10 حبات قرنفل صحيح، و3 كوب بقدونس مفروم. للقلي زيت ذرة.